أثار الإعلام اللبناني إلي باسيل ضجة كبيرة بين الجمهور بعد ما كشف عن معلومات بيمتلكها وراء طلاق الممثل السوري تيم حسن من الإعلامي المصري وفاء الكيلاني منذ نحو أسبوعين بعد تسلم الأخيرة مبلغ 100,000 دولار أمريكي كمؤخر صداء. ونشر إلي باسيل صورة للثنائي على صفحته الرسمية عبر إنستغرام وعلق عليه بالقول: أولاً وحصرياً كالعادة بتاريخ 15 نوفمبر وصلني أنه بهنهار تحديداً والساعة 11 صباحاً كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100,000 دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعث لها من الممثل نجم تيم حسن شخصياً كمؤخر لطلاق الرسمي منه. وأضاف قائلا بتعليقه: إن شاء الله تطلع هالخبرية غلط يا قلبي وبخانة اللي يقال ويكون بعتلك إياهن لحتى يتشتشك ويدلعك على صبرك الجميل. واختتم بالقول: صار لي أسبوعين ساكت ومتحمل وقاعد جنب الحيطة لسمع الزيطة، بس شكلها كان بدها القصة دفش صغيرة مني لحتى نتنور بحقيقتها. وعن آخر ظهور لتيم على صفحة وفاء عبر إنستغرام فكان بتاريخ 31 كانون الأول من عام 2019 أي منذ حوالي سنة. وكذلك آخر ظهور لوفاء على صفحة تيم كان منذ أكثر من سنة بتاريخ 11 آب عام 2019. هذه ليست المرة الأولى اللي بينتشر فيها شائعات طلاق الثنائي، فمنذ زواجهم من عام 2017 وبتنتشر بين فترة وأخرى شائعات عن انفصال تيم حسن عن وفاء الكيلاني، ولكن الشائعة الأخيرة كانت السبب فيها. فبعد ما قامت الإعلامية المصرية بنشر قصة قصيرة عن تفريط البعض في الحب الحقيقي بحثا عن الأفضل، بدأت التساؤلات تدور حول علاقة الثنائي، ولكن دركت الأمر سريعا فنشرت صورة رومانسية بتجمعها بزوجها. وفاء نشرت على حسابها عبر تويتر قصة من التراث عن حكيم طلب من تلميذه الذهاب إلى الحديقة وإحضار أفضل زهرة، وذهب الولد بالفعل ولكنه عاد خالي اليدين وقال: وجدت أجمل زهرة ولكن واصلت البحث على أمل العثور على أجمل منها، وبعدها تداركت بأنني تجاهلت الأفضل وعندما عدت لأخذها لم أجدها. ورد علي الحكيم: هذه هي حقيقة الحب، لا تقدره عندما يكون بين يديك ولكنك تدرك قيمته عندما تفقده. القصة لاقت ردود فعل من قبل جمهور وفاء الكيلاني، وتصور البعض أنه المقصود بها زوجة تيم حسن.